المشروع الذكي هو مشروع وليس صفقة، وهو ذكي وليس غبي أو ليس تقليدي. المشروع الذكي هو المشروع الذي تتوافر فيه الصفات التالية: هو مشروع يمكن تعلم المهارات المطلوبة للنجاح فيه، هو مشروع يختصر تعقيدات وعقبات كثيرة تظهر في المشروع التقليدي مثل رأس المال والمخاطرة والجهد الكبير. المشروع الذكي هو المشروع الذي تستطيع ممارسته في أي وقت ومن أي مكان. المشروع الذكي هو المشروع الذي يمنحك إذا نجحت فيه مصادر دخل متعددة. المشروع الذكي هو الذي يمنحك أرباح كبيرة غير محدودة، كما يقول جيم رون. يقول سيد جيم رون: الأرباح أفضل من المرتبات، فالمرتبات تجعلك تعيش بينما الأرباح تمنحك الثروة. تحياتي.